هذا المهرجان، مهرجان المؤسس، نتابع وإياكم من دفاعة هذه الأشواط وهذه الأسماء المنطلقة مع هذا السن، سن الحقائق. نتابع وإياكم المقدمة مباشرة مع أول المراكز. هناك السيج، السيج لهجن أم الزبار وبقيادة عبد الله بن سلامة الهاجري، هنا المحنك من يقود السيج في مقدمة الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني، هنا طوفان على المركز الثاني لهجن أم الزبار، وعند بن سلامة أيضا في المتابعة المركز الثالث نتابع زاهب هجن أم الزبار، وبمتابعة علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق من يتابع مع المركز الثالث. المركز الرابع نشوف القدوم من طشار، طشار على المركز الرابع منطلقا هنا لهجن أم الزبار، وبقيادة حمد بن محمد بن جرحب من يتابع على المركز الرابع. على رابع المراكز المركز الخامس نشوف القدوم، هناك حارق لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، وتضميره عند بن عمارة، عند بن عمارة هنا من يقدم لنا حارق على المركز الخامس. هذه النتيجة مع الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى، والطوفان يعود مرة أخرى، يعود إلى المقدمة، يستعيد حقوقه هنا في مقدمة الشوط مع هذه المؤسسة العملاقة، مؤسسة هجن أم الزبار، هنا في المقدمة في الاندفاع في الصدارة مندفعا مع المركز الأول طوفان لهجن أم الزبار، وبقيادة المحنك عبد الله بن سلامة من يقود المركز الثاني. نشوف اللي وصل، اللي بدأ يغير، هناك طشار، طشار اللي بدأ يغير لهجن أم الزبار، وبقيادة حمد بن محمد بن جرحب الداب من يقدم لنا هنا طشار باندفاعته من يغير إلى المقدمة مباشرة. نعود إلى المركز الثاني، نتابع السيج لهجن أم الزبار مع بن سلامة في المتابعة. المركز الثالث نشوف هناك اللي هو زاهب لهجن أم الزبار عند علي الصعاق في المتابعة، يا سلام. المركز الرابع رابع طوفان، طوفان يا سلام، هناك مع رابع المراكز هجن أم الزبار وبقيادة المحنك. المركز الخامس ما زال حراق هناك لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، وتضمير حمد بن عمارة اللي أيضا هنا شوف التغيير اللي وصل من مهلي لسعادة الشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر بن جاسم الثاني، وتضمير حمد بن عايض الحنزاب من يقدم لنا على خامس المراكز. يا سلام، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى تحدي أيضا المقدمة مع 1200 على خط النهاية. نتابع في هذه اللحظات الاندفاع على المقدمة الصدارة، طشار، طشار على المركز الأول، طشار الله يا طشار، مع أيضا هجن أم الزبار مندفعا في مقدمة الشوط وبقيادة الداب، الداب حمد بن محمد بن جرحب من يقدم هنا في مقدمة الشوط منطلقا مع المركز الأول. المركز الثاني طوفان، طوفان على المركز الثاني هجن أم الزبار وبقيادة المحنك عبد الله بن سلامة. المركز الثالث زاهب لهجن أم الزبار علي الصعاق في المتابعة. المركز الرابع شوف الخطورة بدأت هنا، يا سلام يا مهلي، يا سلام يا مهلي، اللي بدأ يغير، بدأ يغير، يا سلام يا مهلي لسعادة الشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر بن جاسم الثاني، حمد بن عايض الحنزاب من يقدمه لنا على المركز الرابع منطلقا مهلي. ولكن شوفوا الأسماء القادمة، شوفوا الوصول الآخر هنا مع الريان هجن أم الزبار حمد بن محمد الجرحب، يا سلام في المتابعة. ولكن شوفوا اللي وصل، شوفوا اللي حضر في هذه اللحظات، بدأ يغير، بدأ ينطلق مشقي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعة من يتابعه، بدأ يغير على المقدمة هنا وغير على المركز الأول. يا السلام يا السلام، هنا في هذه اللحظات من اندفع مشقي، مشقي مع المركز الأول مع المقدمة. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والعبيد بن محمد بن مطر بن ضبيعة
الضيعه. هنا من قاد الى خط النهايه معلن الفوز، وناموس تهانينا الى زعبيل على هذا الفوز وهذا الناموس. ومع هذا الفوز مع مشقي اللي انتصر في هذا الشوط، المركز الثاني، المركز الثاني وصلنا هنا الريان لهجرم الزبار وحمد بن محمد بن جرحب بالمركز الثالث. المركز الثالث وصل مهلي لسعادة الشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر بن جاسم الثاني وبقيادة بن حنزاب. المركز الخامس، المركز الرابع وصلنا هنا طشار هجن أم الزبار وحمد بن محمد الجرحب. المركز الخامس كان الوصول مع مايهاب لهجن أم الزبار وبقيادة سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري. تابعنا وإياكم هذا الشوط، تابعنا هذا التنافس، هذه المنافسة شيقة. وكان مشقي أيضا هنا متواجد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، من قدمه أيضا عبيد بن محمد بن مطر بالضبيعة. تهانينا على هذا الفوز وهذا الانتصار مع خط النهاية، مع الفوز مع الأمتار الأخيرة. كان الناموس محالفا لمشقي وتوقيت الزمني ساعة الوصول، التوقيت الزمني ساعة وصول مشقي. من فاز معنا في هذا الشوط محققا الناموس ومهديا دبي السلامات. هنا توقيته الزمني 6:07:43. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهنئة موصولة لعبيد بن محمد بن مطر بالضبيعة الكتبي أيضا من قادة إلى خط النهاية. المركز الثاني كان أيضا هنا الريان لهجن أم الزبار، توقيت 6:08:45. تهانينا والناموس على هذا الفوز لهجن أم الزبار. أيضا من فاز معنا في هذا الشوط وحمد بن محمد بن جرحب من قدم. المركز الثالث كان ايضا مهلي، توقيته 6:09:68. تهانينا لمالك مهلي سعادة الشيخ ناصر بن احمد بن ناصر بن جاسم الثاني، والتهنئة موصولة لمن قاد الى خط النهاية حمد بن عايض بن محمد آل حنزاب. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم.